لكن فرقته بتأدي بشكل رائع، واشادنا بفريق الداخليه الفتره اللي فاتت وبيلعبوا كوره حلوه بيقدروا يكسبوا، يعني نقدر نقول اي حد. فعايزين نعرف منه بقى، من كابتن علاء عبد العال، ايه اسباب الهزيمه؟ هل الناس حسدت فريق الداخليه شويه، ولا اللعيبه في الداخليه برضو نقدر نقول ان في بعض الفرق لما الفرق بتكسب على طول وبتفضل ماشيه كويس وبتتصدر الدوري، مش عايز اقول بيوصل للعيبه سنه غرور، ولكن ممكن ما يبقاش نفس التركيز والفرقه مثلا في وسط الجدول، او الفرقه يعني هم لسه ما عندهمش قابليه لعيبه الداخليه. هنسال كابتن علاء يعني ان هم يتصدروا ويفضلوا مكملين بنفس الطموح بنفس الحافز. ازيك كابتن علاء؟ مساء الخير يا كريم، ازيك يا حبيبي؟ هارد لك النهارده، انا عارف حضرتك زعلان جدا وكنت تتمنى ان انت تكسب المباراه وعملت اداء كويس، لكن طبعا الخساره مؤلمه بالنسبه للاجهزه الفنيه، اكيد انا عارف يعني. ما فيش شك طبعا، ما فيش حد عايز يخسر. بنلعب فريق الحرس النهارده، طبعا فريق بيأدي بقوه الفتره اللي فاتت، متصدر معانا مع مجموعه لعيبه كويسه، كابتن عبد الحليم بسيوني عامل شغل كويس، ومع سامي قمصان واداره محترمه. لازم ماتش النهارده طبعا، يعني اللي هيكسب هيتصدر يعني. بالظبط معايا. ما فيش، انا لعبت الى حد ما بتحفظ شويه في الشوط الاول، كانت المباراه السجال. ما فيش فرص يعني خطيره قوي ولا لينا ولا ليهم، انما جه بقى في الدقيقه الثالثه من الوقت الضايع كره ثابته فاول، يعني خدمت فريق الحرس، لعبها بدماغه بدل ما هي طالعه قوي اتخبطت في المدافع عندنا وحاولت اتجاه داخل الجون. فرق طبعا لما بتطلع الشوط الاول 0-0 او بتطلع مغلوب 1-0 طبعا بتغير تفكيرك تماما وانت داخل بين الشوطين. ربنا كرمنا الشوط الثاني، نزلنا هاجمنا بقوه بنفس التيم، هو ما حصلش تغيير، يمكن غير بس خالد ربيع نزل بعد ربع ساعه مكان احمد صديق. ربنا كرمنا بهدف التعادل بدري، بعد الهدف هاجمنا بدراوه، فرص كثيره ضاعت. يعني انا طبعا تقديري، كل التقدير لفريق الحرس، ومبروك ليه طبعا الثلاث نقاط النهارده، انما والله يا كريم لغايه الدقيقه 36 الحرس ما عداش نص الملعب. أيوة. احنا بنهاجم وبنضيع وكرات عرضيه من كل النواحي، بس الكره مش عايزه تخش خلاص. فاول برضو في الدقيقه 36 اتلعبت، يعني طبعا كان في تكاسل شويه المدافعين او عدم تركيز في النقطه دي. طبعا عندهم هدف قدير اسمه احمد حسن مكي، طبعا عملها مره واحده في الجون، كانت خلاص يعني فاضل 7 دقائق، حاولنا ان احنا نعوض. عارف اللي هو اليوم مش يومك بقى، مش يوم مش يومك. بالظبط. اليوم مش يومك، هم بيروحوا كورتين او ثلاثه يجيبوا منهم جونين وانت ماسك الكوره ورايح ويوي، فهي الكوره كده يعني، زي ما كسبنا ماتشات وادينا خسرنا النهارده، فهي دي كره القدم. انما كنت في حاجه النهارده ان شاء الله ان انا اكمل المسيره ونكسب، او على الاقل يبقى في تعادل، انما هي دي كره القدم، مش مشكله، هنقفل الصفحه دي وهنبص للماتشات اللي جايه. انما هي الولاد قدوا، ما فيش تقاعس بالامانه، ما فيش حته الغرور او ان احنا ركبنا اول الدوري او لا، ادينا وادينا اداء متميز برضو، وكان كانت مباراه حلوه بيننا وبين الحرس. عندك ماتش برضو جامد، الماتش الجاي المصري في اسماعيليه. المصري في اسماعيليه طبعا، يعني سر قوتها ان المصري خسران برضو 4-2 من اللي طلع الجيش اخر مباراه. طبعا النادي المصري طبعا ورا جمهور كبير، هيبقى فيه طبعا انت عارف بيبقى فيه شده والكلام ده كله، انما هنروح هنقدم مباراتنا عادي ان شاء الله باذن الله، ونأدي برضو ادائنا المعتاد باذن الله، والنتيجه برضو في الاخر بتاعت ربنا ان شاء الله. النهارده كان في طرد لجهاد جنيدي مدافع الداخليه، مين اللعيب اللي ممكن هيكون مكانه الماتش اللي جاي يا كابتن؟ هو جهاد كده كده كان واخد الانذار، ده كان هيبقى الانذار الثالث ليه يعني، كده كده ما كانش هيلعب، بس بقى خد الكارت الثاني والثالث في المباراه، فهيرجع بالانذارين، دي الخساره يعني. انما ان شاء الله في اكثر من واحد، في عاصم سعيد، في احمد التربي، في احمد ايمن منصور، يعني في واحد من الثلاثه دول هيلعب جنب رشاد ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله بالتوفيق يا كابتن علاء، وهارد لك النهارده الخساره، وده ما يقللش من الاداء اللي عامله فريق الداخليه السنه دي في بطوله الدوري الممتاز. بشكرك كابتن علاء عبد العال، هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل مع بعض في كوره كل يوم.